وبعد ذلك الهرج. ما هو الهرج رسول الله؟ في حديث آخر الصحيح القتل، قال القتل، ومن علامات الساعة القتل، قال حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هل تظنون أن الذي يأتي ويفجر نفسه مثلا في 100 من الناس 200 يدري لماذا يقتلهم؟ مستحيل، هو يعرفهم أصلا؟ يعرف من هؤلاء؟ خلاص، قبيل من الناس توضع عليهم لافتة معينة فلنتخلص منهم بغض النظر عاد. وبعضهم، بعض هؤلاء الضحايا قد يكون عند الله تبارك وتعالى خير من مثل هذا، من ملء الأرض من مثل هذا وأمثاله عند الله، يقتلون هكذا. طبعا هذه حالة، أنا قلت في أول خطبة حالة عصابية، هناك حالة جنون جماعي نعيشه الآن، حالة جنون حقيقية. فلا بد أن يكون أيها الإخوة لكل أصحاب الذكر والنهى والحجة دور حقيقي في التحذير منها، في تقبيحها، في مذمتها، في إيجاد أيها الإخوة عوامل مقاومة وعوامل إيجاد أيضا لحالة أخرى مختلفة تماما تتواصل فيها الأمة وتتحابب وتتسع صدورها. وصدقوني من كان وجهه إلى الله دوما، لذلك تجدون في كتاب الله كثيرا جدا التعويل على ماذا؟ واشتراط، اشتراط الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يرجو الله واليوم الآخر. طبعا لأن من كان وجهه إلى الله ويتلمح ما عند الله هانت عليه الدنيا، هانت عليه خصومة الأخصام، أذيتهم، مذمتهم، كل شيء يهون. هل يعجز أحدكم، النبي يقول، أن يكون كأبي ضمضم؟ إيش شأن يا رسول الله؟ قال هذا كان كلما أصبح يقول اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين، اللي يغتابني الله يسامحه، اللي يسبني الله يسامحه، اللي يفتري علي بحبه، بحب إخوانه. لماذا؟ هو في غنى أيها الإخوة، في غنى بعلاقته بالله تبارك وتعالى. أغننا بالافتقار إليك، غنى بإيه؟ بالروح والريحان والنعيم المقيم الذي يعيشه أيها الإخوة بصدقه مع الله. هو في نهار موصول الضحى والألق بإخلاصه لله تبارك وتعالى تهون عليه الدنيا، يتسع صدره، تطيب نفسه، شيء عجيب يجود حتى بالدنيا التي عندهم، لا يعني شيء من أمر هذه الدنيا، يعلم أنها مترحلة قريبا. هذا هو الدين، هنا يبدأ الدين، وإلا تصبح القيم مادية، قيم تنافس وصراع، وندعي أننا متروحنون يعني متدينون هكذا. قال ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ومعلوم لماذا نهى أن يبيع المرء على بيع أخيه، وفي الحديث الصحيح وأن يخطب على خطبة أخيه، لأن هذا يورث البغضاء والشحناء. اتركني أتمم صفقتي أو أنصرف أو أستقيم، لكن لا تبع على بيعي، لا تخطب على خطبتي. كل هذا تنفير من ماذا أيها الإخوة؟ تنفير مما يحدث فجوة بين المسلمين، مما يقطع أواصرهم التي أمر الله أن توصل هكذا.